اماني اش راك ديري هنا؟ راك مع اخوك ولا مع من؟ خوك راه يلعب هنا؟ وانت ما تلعبيش معاهم؟ يا فاني من حقك تلعبي. ها؟ خوك سمو. واش مراقب يلعبوا؟ واش مراقب؟ رقم سبعة ولا ثمانية؟ سبعة. وانت ما تلعبيش كرة؟ ما تلعبيش كرة؟ ها انا لا. اي بصح تقولي لبابا كي دخلك السباحة ولا دخلك دخل باسكيت. وعجباتك الحياة؟ راك مور الشباك ولكن واحد من لي بار، واش تحكي لنا على هاد لا جوناس تاع اللي رانا نشوفوهم مستقبلا ان شاء الله؟ ان شاء الله نشوفوا في هذا الامر. نشكروا الجمعية اللي راها واقفة على هاد الشيء على راسهم عماري خويا، ونتمنوا لهم ان شاء الله النجاح، وراهم مخلينا في الوليدات والحمد لله، وان شاء الله نطلبوا من السلطات الولائيه يعاونونا باش هكا هاد الاطفال هادو مساكين يلقوا وين هكا يترينوا وين يلعبوا وكل شيء، خاصهم شويه المرافق، وان شاء الله نطلبوا لهم النجاح. شكرا. وراء الشباك تفرج في ولادنا، ونشكر عماري على هاد الاكاديمي اللي دارها لنا، وخصنا يعاونوه يعطوه ستار مغبون مسكين في ستار. بارك الله فيك. ستار اللي تيران مغبون فيهم، مغبين له بزاف، وكاش ما يعاونوه كاش ما يعاونوه بليتوني وهاد الصوالح ما تجيش. شكرا. بارك الله فيكم. علاش باش هادو الاطفال يلعبوا؟ شكرا. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام ورحمه الله. يبدو انك واحد من عندك الاولاد هنا يلعبوا. الحقيقه نشكروا هذه الجمعيه، جمعيه الجوهره، اللي راها في الحقيقه هو التنفس الوحيد لاولادنا بعد هذه الفتره اللي مرينا بها تاع الكورونا، ونلتمسوا ان شاء الله من السلطات المحليه تمد يد العون لهذه الجمعيه اللي راه عندها اشكال في الملعب. ان شاء الله باش سخرها هذا الملعب باش يكون التنفس الوحيد تاع اولادنا، اللي راه يجمع لنا اولادنا هنا صغار، وراه يقوم بالرعايه تاعهم وكل شيء. ونشكركم على هذا التواصل معنا، وبارك الله فيكم. شكرا. السلام عليكم. معك احداث اليوم جينا زرناكم في الاستاد الاحمر، وشناكم مع البراءة. تفضل خويا. بون السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا هنا في أكاديمية الجوهرة. بون كيما راكم تشوفوا حنا هنا رانا دي زونسيان جوار، رانا مع البراعم أكاديمية الجوهرة، نطلبوا مساعدة ماشي كبيرة. حنا حصلنا تدعيمات بسيطة، نوكلوا مع الرئيس عماري بوحجلة. حنا كيما قال لك رانا واقفين كيما قال لك في الميدان، وثاني حنا كيما قال لك هو ماشي طالب حاجة كبيرة، يطالب ملعب لعب يليق بالاكاديميه تاع جوهره، واخر صغير باش يدير فيه ماتريال تاعو. لي زونسيان جوار رانا نمدوا له هذه المساعده على جال هاد الاطفال باش ما يروحوش كيما قال لك الجهه واحده اخرى. انا هنا في نعلمهم ما اكتسبنا من خبره، ميادين عند مدربين، نعطيهم الخبره تاعنا، وان شاء الله نطلبوا التوفيق لاكاديميه الجوهره. والسلام عليكم. الحقيقه جينا نساندوا واحد الصديق راه منظم واحد الدوره كرويه جهويه، هذه الدوره جينا نوقفوا معاه. زدنا لقينا هنايا الناس اونتريني في الدراري الصغار، يعني شيء جميل. نتمنى لو كنت تعمم هذه الظاهره في كاع الاحياء وكاع المناطق وكاع البلديه تاع ولايه عين تموشنت، الرياضه يولي عندها معنى. واصلا ولايه تموشنت مدينه رياضيه، خاصه في كره القدم، الشعب يعشق كره القدم، ونتمنى نربوا الاجيال الصغيره تاعنا اللي راها طالعه نربوها على الرياضه، وتشجيع وتسفيقه حاره وتشجيع خاص لهاد الناس اللي راها مقابله هذا البوز، ونتمنى ان شاء الله يعطوهم كل الدعم. حنا نعطوهم الدعم المعنوي، السلطات يعطوهم الدعم المادي ويعطوه قيمه لهاد الرياضه ان شاء الله. Yeah.